قبل القمة العربية، اتفاق مغربي جزائري، هذا الملف ممنوع. يقترب موعد القمة العربية التي ستقام بالجزائر، وبالضبط يومي الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل. هذا الموعد يأتي في السياق تشهد فيه المنطقة المغاربية تدخلا من طرف نظام الملة بإيران، بل شرعت في تسليح جبهة البوليساريو بأسلحة متطورة وتدريب عناصرها على استعمالها، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول تعامل المملكة المغربية مع هذه الخطوات، وهل ستطالب بإدانة التدخل الإيراني وتسليح البوليساريو خلال القمة العربية. الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الأمنية وتسوية النزاعات عصام العروسي قال إن هناك اتفاق بين المغرب والجزائر والدول العربية يقضي بعدم إثارة ملف الصحراء أو تسييسه من طرف الجزائر من أجل إحراج المغرب والدول العربية من خلال هذه القمة، مضيفا أن هذا الأمر يخص موضوع الصحراء، لكن تدخل الإيراني أمر آخر. وأكد العروسي وفق أشكينا أنه يمكن للمغرب أن يشير إلى الخطر الشيعي في المنطقة المغاربية بشكل أو بآخر، وهذا أمر تتفق عليه العديد من الدول العربية، وسبق لكثير منها التنديد بالتوسع الإيراني في مناطق في آسيا وإفريقيا. وهذا الموضوع يمكن أن يثار في قمة الدول العربية في الجزائر. وخلص الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الأمنية إلى أن المغرب يمكن أن يشير في تدخل ممثله إلى تدخل والتوسع الإيراني في شمال إفريقيا، إلى إن كان هناك اتفاق قبلي بين الدول من أجل تجاوز الموضوعات التي من شأنها أن تحول اجتماع الدول العربية إلى ساحل الصراعات والمواجهات وتفجير القمة، ومن بينها ملف الصحراء وملف إيران الذي يشرب محور الجزائر، إيران، سوريا ولبنان. نشكركم على حسن المتابعة.